يوم جديد من أيام العرب المونديالية، نكهته مغربية، أبطاله أسود الأطلس الذين تفوقوا على بلجيكا المرشحة بقوة لحصد لقب بطل العالم. رجال المدرب وليد الركاكي كانوا على قدر التوقعات، جاروا المنتخب البلجيكي وتفوقوا عليه في مغضم مجريات اللقاء ليحسموا النتيجة بهدفين نظيفين. كنا قبل أيام على موعد مع فرحة سعودية بانتصار تاريخي على الأرجنتين، واليوم الفرحة مغربية، ننتظر أن تكتمل هذه الفرحة بالتأهل للدور القادم. تأهل أصبح ممكنا وبسيناريوهات متعددة. نتمنى جميعا للمنتخب المغربي أن ينجح في تحقيق أحدها ليكون أحد فرسان الدور السادس عشر لمونديال 2022.